خلينا نكمل محاضرتنا. ال H. pylori احنا كانت تكمله لما بدأنا بالبكتيريال سبيشيز الاسبوع الماضي. ال H. pylori مثل ما تعرفون هي من اهم المسببات للاستومك او الجاستريك ألسر، تمام؟ طبعا سبايرال هذه اذا النوع الاخر. احنا لحظه ماما لحظه، صح؟ اي تمام. فعين هي اذا من مجموعه، احنا حكينا عن البكتيريال شيب، اخذنا الاسبوع الماضي الكوكو باسيلاي. هذه البكتيريا هم من نوع السبايرال ان شيب، جرام نيجاتيف ايضا، تميل الى انه تكون رود، لكن هي مثل ما قلت لكم سبايرال، تكون يعني اللي ملتفه. الاتش بايلوري اسوشيتد وذ انترال جاسترايتك، مثل ما قلت لكم هذا يصير التهاب المعده لكن في منطقه الانترام يعني بدايه المعده، وايضا الدودينال بابتيك ألسر يعني المكان اللي يعني او السايت اوف انفكشن يكون بالدودينام يعني هاي نهايه المعده. فاذا هي تكون في البدايه وفي النهايه وتكون من اهم المسببات للجاستريك ألسر. وطبعا هذا الجاستريك ألسر ممكن يصير له ديفلوبمنت الى الجاستريك كارسينوما. ليش؟ لان دائما انفلاميشن تبقى هي بالمعده، صعوبه التريتمنت مالتها هي اللي هو اللي يخليها انه تكون الانفكشن مستمره وتؤدي الى انه بالنهايه البيشنت يصير عنده كارسينوما. الاذر اتش بايلوري سبيشيز طبعا ايضا تصيب الجاستريك ميوكوزا بس ار رير. فاذا عندنا غير البايلوري غير الهيليكوباكتر بايلوري اكو ايضا سبيشيز لكنه تكون نادرا ما تصيب الاستومك. شكلها عندها مالتيبل فلاجيلا. طبعا احنا نعرف الفلاجيلا هي ليش؟ هي تستخدم للموفمنت، تمام؟ وهذه بما انه يكون عندها اكثر من فلاجيلا فراح تكون سريعه بالحركه مالتها، وهذا راح يضيف لها عامل او فاكتور للضراوه مالتها. لذلك احنا الاتش بايلوري نسميها الاكتفلي موتايل. سبب هذا الاكتف موتيلتي مالتها هو بسبب المالتيبل فلاجيلا اللي موجوده ان وان بول في جهه واحده. بالنسبه للكلتشر طبعا الكلتشر سنسيتيفيتي كان بي ليميتد باي براير ثيرابي. يعني شنو؟ يعني البيشنت اذا ما اخذ، احنا طبعا عاده يصير عنده الم بالمعده يبدي ياخذ انتي اسيد، بعدين يشوف يستمر الالم يبدي ياخذ انتي بايوتيك، بعدين يشوف. فاكثر المرضى العراقيين يروح للصيدليه وياخذ التربل ثيرابي اللي هو يتوقع يكون عنده جاستريك ألسر بسبب الاتش بايلوري، لان احد الطرق دخولها الى الجسم هو طبعا او هي تدخل عن طريق الانجستشن اوف كونتامينيتد فود وذ اتش بايلوري. فيروح ياخذ التربل ثيرابي، وطبعا اكيد هو ما راح يكون ماخذ الدراج اوف تشويس ولا ماخذه بالطريقه الصحيحه يعني الدوز والتايم، لذلك ما يصير عنده شفاء. على العموم هذه العلاجات اللي قد يكون ماخذ انتي بايوتيك ماخذ تريبل ثيرابي، فطبعا هو التريبل ثيرابي يكون راح يكون انتي اسيد والانتي بايوتيك هذا يعني احنا ننطي شو اسمه فلاجيل ينطوه ايضا ل يعني الانتي فانجل وكانتي بايوتيك. على العموم ياخذ هذه الدراج او ياخذ انتي بايوتيك وحده راح ياثر على الكلتشر اللي يطلع، يعني بما معناه قد يكون البيشنت مصاب لكن بسبب العلاجات السابقه اللي ماخذها ما تطلع البكتيريا بالكلتشر، ما يكون اكو وراث، لكن هذا مو معناه انه البكتيريا او الاصابه ما موجوده. وراح نحكي بعدين مثل ما قلت لكم على الطريقه الصحيحه اللي احنا نسميها الجولدن ستاندرد ميثود فور دايجنوسيس، الطريقه المثلى للتشخيص عن طريق البايوبسي. على العموم فطبعا راح يتاثر الكلتشر بامور متعدده اللي هي برايور ثيرابي، الكونتامينيشن وذ اذر ميوكوزال بكتيريا اند اذر فاكتورز، وطبعا عوامل اخرى تعتمد على شغل المختبر. ايضا البكتيريا تعرفون انتم نورمال فلورا وغيرها، اذا اكو بكتيريا ثانيه موجوده راح تكون هذه البكتيريا تغطي على الاتش بايلوري.
طبعا تنمو 3 to 6 days with incubation at 37 degree centigrade. هذه طبعا راح تكون بالحاضنة in a micro aerophilic environment، يعني الاوتو راح نعطي لها اياه ما راح يكون بشكل كامل، راح يكون اكو وياه قليل من السي او 2، لكن مو مثل ما ننطي 5 الى 10%، لكن شويه اقل. الميديا طبعا فور برايمري ايزوليشن انكلود، من الميديا يستخدمون سكايروس ميديا اللي بيها فانكومايسين بوليمكسين اند دراي ميثبريم، وياها ايضا الشوكليت ميديا. هذه اذا السكايروس ميديا اللي بيها فانكومايسين بوليمكسين اند دراي ميثبريم، هاي الفيرست ميديا. السكند ميديا هي الشوكليت اجار، وايضا other selective media with antibiotics. minimal antibiotics عدا اللي قلتها السكايروز اللي بيها فانكومايسين بوليمكسين ترايمثبرين، اكو ميديات وياها يكون فانكومايسين نالادكسيك اسيد وامفوتريسين. هذول كلهم اللي ذكرتهم الاديتيفز يعني الاضافات هي antibiotics. ليش يخلون هذه antibiotics؟ حتى يسوون inhibition for other mucosal bacteria. إذا أكو نورمال فلورا ممكن تنمو، إذا أكو بكتيريا ثانية إصابة ثانية بالستومك ممكن تنمو وتغطي على الاتش بايلوري بالكلتشر، فلذلك يخلون هذه الأدتف أنتيبايتكس، هذه المضادات الحيوية المضافة ويا الكلتشر حتى تمنع لي تسوي لي انهبيشن فور جروينج اوف اذر بكتيريال سبيشيز. تمام، الكولونيز 1 تو 2 مليمتر ان دايمتر هذا، وطبعا ترانسلوسنت يعني مو تكون اوبيك يعني ما تكون معتمه، تكون شفافه. ال اتش بايلوري اوكسيديز بوزيتيف كاتاليز بوزيتيف، وطبعا هذه كلها انزيمز انزيمات موجوده بالبكتيريا تساعد على انه تكون البكتيريا مور فيرولنت يعني ضراوتها اكثر، وطبعا عندها كاركترستيك مورفولوجي وتكون موتايل وتكون سترونج بروديوسر اوف يوريز. انتبهوا على هاي المعلومه، هذه البكتيريا من الانواع اللي تفرز اليوريز، لذلك راح يفيدنا بتشخيصها. طبعا الباثوجينيسيس والباثولوجي ها تعتمد عدد من الميكانيكيات او الميكانيزم حتى تقدر توصل الى جدار المعده وتقدر تسوي انفيجن وتقدر تسوي الإصابة. طبعا هي تنمو 6 إلى 7 البي اتش مالتها، يعني هذا البي اتش المعتمد. It would be cold or not grow at pH within the gastric lumen. فإذا احنا نعرف كل الزحام بالمعدة صح، هي النمو مالتها 6 إلى 7. طبعا الجاستريك ميوكوس is relatively impermeable to acid، يعني بما معناه هسه احنا هي تريد توصل الى جدار المعده الى الابيثيليا الى الميوكوزا، فش تسوي؟ هذا الميوكوس اولا الميوكوس هو يمنع يعني وصول الحامضيه الى جدار المعده، هذا اول يعني وجود لماده بداخل المعده هو لصالح البكتيريا، فالميوكوس هذا راح يحمي جدار المعدة من الأسيديتي. تمام، هو عنده بفرنج كاباسيتي. طبعا باللومن يعني سايد اوف ذا الميوكوس طبعا 1 إلى 2، وايل الابيثيليال سايد وين ما هي تريد توصل البي اتش هو 7.4 اللي هو ملائم إلها، فلذلك احنا نشوفها تكون موجودة بقريب نير ذا ابيثيليال سيرفيس where the physiological pH is present. لما 7.4 موجودة فهذا هو اللي يفيدها، فإذا هي ما تكون بداخل اللومن الجاستريك لومن، هي تكون قريبة على الإبيثيليا حتى تسوي الانفيجن. أيضا ايش تفرز يساعدها بالباثوجينيسيتي مالتها؟ تفرز بروتيس، هذا البروتيس يسوي موديفيكيشن للجاستريك ميوكس وينطي له قدرة إضافية على انه يحمي جدار المعده من الحامضيه. تمام، طبعا هو في كل الاحوال الميوكس اللي موجود بالمعده هو عنده بفرنج كاباسيتي، يعني هو دا يعزل وسط داخل المعده الحامض اللي نحتاجه للهضم وغيرها عن ما يوصل الحامض هذا الى جدار المعده الى الميوكوزا اوف ذا ستومك. ف
اول شيء هي تستهدف الميوكوزا لما اكو بي اتش 7.4 اللي هو ملائم لها، وايضا راح تفرز بروتياز. البروتياز يساعد الميوكوز يزيد قابليته على البفرنج ويزيد قابليته انه يحمي جدار المعده من وصول الحامض، بذلك ما راح تتاثر هي البكتيريا. وبعد ايضا شو تفرز؟ تفرز اليوريز. هذا اليوريز شو يسوي؟ يسوي برودكشن للامونيا، والامونيا هي كل ما تكون موجوده باي ميديا باي وسط راح تزيد القاعديه، وهذا ايضا راح يزيد البفرنج اوف اسيد، يعني ايضا راح ينطيها وسط مائل الى النيوترال والالكالين ويمنع الاسيد من الوصول الى مكان وجودها. طبعا هي لانه كوايت موتايل، لانه فيري موتايل، مو قلنا صحيح هي اكتيفلي موتايل، فحتى بالميوكس هي اكتيفلي موتايل، الميوكس هذا اللي مسوي البفر بالمعده، لذلك هي راح تجد طريقها وراح تقدر تدخل وتوصل الى الابيثيليا. طبعا موجوده هي غالبا نشوفها بالابيثيليا يعني with gastric type، لكن ما راح نشوفها بالانتستاينال، فقط تكون موجوده بنهايه المعده بدايه الانتستين اللي هي قلنا عليها الدودينم، لذلك هي دودينال تايب او دودينال انفكشن موجوده، او بالانترال غاسترايتس مثل ما قلنا بدايه المعده. فاذا هي من الانواع البكتيريال سبيشيز اللي تفضل انه تكون بالستمك. هذا السلايد يشوفنا شلون هي تجي تبدي تدخل، بعدين تفرز يوريز وعندها بروتياز ايضا. شوفوا هنا عندنا ايضا شلون دا يصير بدايه الدخول متها، كل هذا تخترقه هي وتوصل الى الميوكوزا. طبعا سريعه الحركه ايضا موجوده، الفلاجيلا مالتها واضحه، وبعدها راح يصير الانفيجن الاختراق الى الميوكوزا، وطبعا هذه الميوكوزا راح يصير اكو انفلاميشن بالبدايه، وانفلاميشن طبعا انا حكيت عنه هوايه بالمحاضره السابقه، اللي راح يكون كل الخلايا الالتهابيه تجي، وبالنهايه يصير النيوتروفيل ماكروفاج، وحتى السكريشن مال بكتيريا يعني كل المواد اللي تنفرز من النمو مالتها، بالنهايه يصير نكروسز ويصير ديث الى الخلايا. لحظه طلاب، ما اعرف كل مشكلين ذيك الله بالسلايد، تمام اوكي. لا ارجع زين. الميكانيزم اللي طبعا تسوي الاتش بايلوري او تؤدي الى انه تمكن الاتش بايلوري تسوي انفلاميشن ودمج للخلايا هي لغايه الان ما معروفه، لان اكو بالحقيقه باث ويز، يعني مسارات تمشي بها البكتيريا هي اللي تؤدي الى انه يصير هذا الديث للخلايا. لكن بالنسبه للاتش بايلوري هي ما يعني واضحه بشكل كامل للعلماء والباحثين. طبعا لكن احنا نعرف انه قلنا اكو عوامل، واحد من عندها من البكتيريا، يعني قسم من عندها من البكتيريا مثل اللي ذكرتها اني، البروتياز واليوريز، تمام، والموتيلتي اوف ذا بكتيريا، هذه من جهه البكتيريا. العامل اللي هو من جهه الهوست، من جهه يعني السيل هوست اللي دا تصيبها او الاورجن اللي دا تصيبها البكتيريا، مثل ما قلت لكم هسه الميوكوس اللي موجود بالمعده هو اللي دا يحمي البكتيريا من وصول الاسيد الها، وطبعا هذا بفرنج ميكانيزم موجوده بالبادي، بالهيومن بادي قبل ما تدخل لها البكتيريا، لكن فادت البكتيريا بالفيرولنس مالتها بالضراوه وبالباثوجينيسيتي والامراضيه. البكتيريا مثل ما قلنا تسوي انفيجن للسيل سيرفس بليمتد ديجري، طبعا بدرجه محدده، يعني مو كل يعني مثلا هي تدخل في مكان معين، لكن تصيب عدد من الخلايا الموجوده بهذا السايت، تمام، بهذا المكان، وطبعا عندها توكسينز، عندها لايبوبوليسكرايد، لان مثل ما قلنا هي جرام نيجاتيف. هذا التوكسينز واللايبوبوليسكرايد يقال انه او يفترض انهم هم ممكن يكونون سبب بالدمج اللي يكون بالميوكوزال سيل. وطبعا ايضا الامونيا البروديوس باي ذا يوريز اكتيفيتي، ممكن هذه الامونيا تكون تسبب لي دايركت دمج تو ذا
سيل اولسو. اللي يصير بال يعني ات هيستوباثولوجيكال ليفل، يعني اللي دا يصير بالتشو، انه طبعا راح يصير كرونيك واكتيف انفلاميشن. طبعا ان شاء الله سنة الجايه مثل ما قلت لكم راح تاخذوه بشكل مفصل. هو احنا اكو خلايا التهابيه تجي بالاكيوت وطبعا تجي بالكرونيك، وهنا راح يتميز بالكرونيسيتي. كرونيك واكتيف انفلاميشن، احنا عاده من نقول اكتيف انفلاميشن يعني نقصد الاكيوت فيز، لكن الاتش بايلوري لانه هذا الدمج وهذا التوكسينز اللي موجود وكل الامور اللي تساعد بالباثوجينيسيتي اوف بكتيريا، فراح يكون التهاب شديد. صحيح راح يدخل مباشره بالكرونيسيتي لكن راح يكون اكتف. البوليمورفو والمونونيوكليير سيل انفلتريت موجودين ايضا، نشوفهم بالابيثيليا واللامينا بروبريا، لان عاده المونونيوكليير سيل تجي بدايه الالتهاب. البوليمورفو نيوكليير اللي هي من ضمنها الماكروفاج راح تجي بعدها، لكن راح نشوف احنا من ياخذون بايوبسي من الاستومك هي الاصابه وين؟ الاصابه بالاستومك بالمعده. المعده من راح ياخذون من عندها بايوبسي، شنو البايوبسي؟ راح يدخل اندوسكوبي، الطبيب راح يدخل ناظور، والناظور هذا راح يدخل الى داخل المعده وراح ياخذ من عندها عينه. العينه الناظور شنو؟ بي فورسبس ملقط بالبدايه، بدايه الناظور هذا راح ياخذ 3 مليمتر التشو اللي راح يسحبه، راح يكون التشو كلش قليل. زين هذا التشو ينأخذ وينحط ب اذا دايركت دايجنوسيس مثل ما راح نحكي على اليوريز اكتيفيتي راح يخلوه راسا. اذا ياخذون بايوبسي يودوها للمختبر يشتغلون عليها مثل ما قلت لكم تشو بروسيسنج، وحتى يسوون هذا الهيستوباثولوجيكال دايجنوسيس اللي موجود امام حضراتكم هسه. دا تشوفون هذا التغيرات النسيجيه الامراضيه اللي حاصله على النسيج، ويقدرون يشوفون من عندها التغيرات اللي صايره بالتشو العفو. فقلت لكم الناظور ياخذون بايوبسي، وهذه البايوبسي طبعا راح تروح تنحط بقالب من الشمع، وبعدين ياخذون مقاطع من هذا القالب من الشمع اللي يسموها ثين سكشننج، راح يشرح لكم اياها السنه الجايه، ويشوفون هذه التغيرات. طبعا مثل ما قلت لكم احنا اول خلايا تجي هي المونونيوكليير، لكن لانه اكتيف انفلاميشن يعني السلايد ممكن يشوفون بالمونونيوكليير والبوليمورفونيوكليير الخلايا الالتهابيه. طبعا فاكيولز راح تصير اكيد موجوده، لان احنا راح يصير عندنا ديث للخلايا ونكروسيس، فراح نشوف فاكيولز. فاكيولز شنو؟ هذه على اليمين ده تشوفوها امامكم هي الفراغات اللي يشوفوها، بما معناه الخلايا مفقوده هنا. مفقوده شنو اللي صاير بيها؟ صاير بيها ديث ديستركشن، راح يكون اكو تحطم للابيثيليا موجود بالنسيج من يفحصوه. وطبعا ايضا هي تكون ريسك فاكتور، ميجر ريسك فاكتور فور جاستريك كانسر اللي راح يسبب لنا الكارسينوما. الكلينيكال فايندينجز اكيد هسه انتم جاستريك يعني جاسترايتس يعني انفلاميشن بالستمك، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير اكو بين تمام بالابدومن، راح تشوفون انه الانفكشن لانه هي ابر جاسترونتستاينال ايلنس، هو المرض يكون عاده بدايه المعده، فنوزيا بين قلت لكم راح يكون اكو الم، فوميتنج فيفر ايضا تكون موجوده. الاكيوت سيمبتومز may last for less than 1 week or long as long 2 week، يعني بما معناه اسبوع الى اسبوعين هذا الاكيوت سيمبتومز، وراها مباشره يدخل بالكرونيسيتي. مجرد ما تدخل البكتيريا زين، مجرد ما يصير لها كولونايزيشن، مجرد ما تسوي انفيجن للميوكوزا، مجرد ما تغزو الظهاره مع المعده، بما معناه انه راح هذه الاصابه persist تستمر لسنوات، وممكن يعني تبقى الى عشرات السنين، وحتى يعيش الانسان حياه كامله لحد ما يوصل الى الديث هو عنده الجاسترايتس اور جاستريك ألسر. 90% من البيشنت هم يكون عندهم
لكم هذا الشيء، يكون قليل كلش اللي موجودة البكتيريا تستهدف منطقة الدودينم أو نهاية الاستومك، و 50 إلى 80% هم اللي يكون عندهم غاستريك ألسر ويكون عندهم H. pylori. يعني بما معنى عندنا patient عندهم مثلا غاستريك ألسر 100 شخص مصابين بقرحة المعدة لأي سبب كان، تمام؟ هسه احنا ما نعرف الأسباب. 50 إلى 80% من هذول البيشنت اللي عندهم غاستريك ألسر راح يكون عندهم H. pylori. فإذا هي نسبة إصابتها عالية للهيومن بيز. السبيسيمن طبعا هيستولوجيكال اكزامينيشن، ياخذون بايوبسي نابور مثل ما قلت لكم، وايضا يستخدم للكلتشر، وياخذون بلاد سامبل سيرم. السمير الدايجنوسيس مالتها يكون يعني ياخذون من عد الاتش بايلوري، ممكن يسوون مثل ما قلنا هيستوبات، وطبعا غاستروسكوبي بروسيجر وذ بايوبسي از ريكوايرد. هي هذه طبعا ياخذون البايوبسي. الروتين ستين ديمونسترايت غاسترايتس، يعني الجرام ستين راح تشوفنا انه او الصبغات اللي يستخدموها هم يستخدمون هيماتوكسيلين ايوزين بالهيستوبات، هذه راح تشوفنا اكو التهاب بالمعده. الجيمز ستين والسيلفر سبيشال سيلفر ستين، هذا راح يشوفني الكيرد والسبايرال اورجانيزم، هذا بالنسبه للجروث. اول صبغات اللي حكيت عنها هي للهيستوبات لفحص النسيج، لكن الجمزة والسيلفر ستين هذه يستخدموها بالمختبر يشوفون الكيرب والسبايرال فورم بالنسبة لهذه البكتيريا. الكلتشر حكينا السكايروز ميديا واللي وياها بانكومايسين بوليمكزين ترايميثابرين. ما تنسون تخلون في بالكم دائما انه هذه حتى تسوي انهبيشن المن للاذر بكتيريا الموجودة بالغاستريك ميوكوزا، شوكليت اغار وادر سيلكتيف ميديا. الانتيبوديز طبعا حقيقه يسوون ديتكشن للسيرم انتيبودي وحتى للانتيجين، لكن هي مو نون سبيسيفيك، يعني قصدي تكون نون سبيسيفيك مو سبيسيفيك، يعني الفحوصات ثبت انه ما تنطيني نتيجه صحيحه. على العموم هم ياخذون السيرم، ياخذون بلاد سامبل يعزلون من عنده السيرم ويشوفون انه السيرم انتيبودي موجود للاتش بايلوري. طبعا الانتيبودي حتى لو يكون شفاء من الاصابه زين راح تكون موجوده الانتيبودي بالجسم، يعني شو وقت ما يسحبون بلاد سامبل ويسوون ديتكشن لهذا الانتيبودي راح يشوفون انه موجود. طبعا يكون بحاله الاكتف انفكشن الدايجنوسيس وذ سيرم انتيبودي اتس اوكي، لكن تقل اهميته ويكون يعني ينطيني نتيجه مو كلش صحيحه اذا اكو ثيرابي اخذها البيشنت. طبعا السبيشال تيست او عندنا اول طريقه هي الرابيد تيست تو ديتكت يوريز اكتيفيتي، هذا هو الجولدن ستاندرد ميثود فور دايجنوسيس اوف اتش بايلوري انفكشن، هذه هي الطريقه المعتمده الصحيحه لتشخيص الـ H. pylori infection. ليش؟ لأنه الفحوصات الأخرى مثل ما قلت لكم يتداخل بها تناول الأنتيبايوتيك السابق أو حتى العلاج إذا بدينا به، وإذا يريد الفيزيشن يسوي فولو أب يريد يتابع حالة المريض، مجرد ما يبدي هو ياخذ الأنتيبايوتيك، هو طبعا راح يسوي له متابعة بعد ما يبدي ياخذ الأنتيبايوتيك، راح يشوف أنه راح تقل السنسيتيفيتي مال الفحص، تمام؟ يعني ينطيني نتيجة مو كلش صحيحة. على العموم الطريقة هذه هي الطريقة الصحيحة. البكتيريا تفرز يوريز وهي طبعا strong producer of يوريز enzyme، لذلك يأخذون البيوبسي من الاندوسكوبي، يعني هاي السبيسيمن العينة اللي يأخذها الطبيب يدزها للمختبر مباشرة بالمستشفى. هذا الكت اللي تشوفوه قدامكم هذا الدائرة الصفراء راح ينحط عليها البايوبسي، ينحط من تنحط البايوبسي راح يبدي يتغير، إذا أكو H. pylori راح يبدي يصير عندي هذا الكولوريشن، هذا change بالكولر، وراح طبعا يتغير، إذا تغير بما معناه بوزيتيف، إذا بقى أصفر بما معناه نيجاتيف، يعني
الانديكيتر ما تغير واليوريز انزيم ما انفرز، اليوريز انزيم ما انفرز، وطبعا ما راح يسوي سبلتنج لليوريا اللي موجوده بالكيت، لان هذا الكيت بيوريا. اذا اكو يوريز انزيم يعني راح يشتغل على اليوريا اللي موجوده بهذا الكيت وراح يسوي لها سبلتنج وراح يكون اكو بوزيتيف ريزلت، واذا ما صار عندي اي تشينج بما معناه هي نيجاتيف، النتيجه تظهر 1 to 2 days. لكن عاده الكتات احنا اللي متستخدمه بمستشفيات هي تنطينا 4 إلى 6 ساعات تنطينا النتيجه، لكن اللي الكومن يوز وممكن يستخدموه هو قد توصل الى يومين تطول النتيجه. هاي بالنسبه للرابيد تيست اليوريز اكتيفيتي. وطبعا الديتكشن اوف اتش بايلوري انتيجين ان ستول سبيسيمن موجود هذا الكيت، لكن هو مو سبيسيفيك، يعني بما معناه ينطي نتيجه بوزيتيف لكن بالحقيقه ماكو اصابه، او بالعكس يعني ينطي نتيجه نيجاتيف. طبعا هو الفحص هذا مال الستول ديتكشن بالضبط نفس فكره البريجننسي تيست، شايفيها هاي الاشرطه، وحتى احنا هسه عندنا بداوا يستخدمون كانوا مال كوفيد 19. على العموم اذا ينطيني خط واحد يعني تصير اشاره هذه بما معناه نيجاتيف، واذا ينطيني خطين بما معناه بوزيتيف، ويكون يمشي فلتريشن يصير يصعد يعني السامبل، وايضا حاطين هم انتيجين انتيبادي زين، يعني انتيجين موجود انتيبادي موجود بالكيت بالهذا الشريط، ويبحثون عن الانتيجين الموجود بالستول سبيسيمن، لان هي تعرفون بالستومك فاكيد يصير لها سكريشن يصير لها طرح ويا الستول، لذلك هم يسوون ديتكشن الانتيجين بالستول سامبل. على العموم هو نون سبيسيفيك مثل ما قلت لكم، عادة ينطي نتيجه موجبه وهي ماكو اصابه، او قد يكون نيجاتيف واكو اصابه، تمام؟ فما معتمد. البريثنج تيست هذا معتمد، هذا شنو؟ ايضا يحط جهاز يعرضون يعني يخلوه على تنفس المريض، وبي يكون اكو سي 13 وسي 14 هاي نعطيها ماده مشعه نعطيها للبيشنت. هذه من يبدي تنطرح بالزفير مالته. فالاتش بايلوري اذا موجوده اليوريز اكتيفيتي طبعا راح يصير له جنريشن ويسوي لي ليبل سي او 2، وطبعا راح نشوفه بال مثل ما قلت لكم الزفير مال البيشنت. ايضا هذه طريقه معتمده وهنا موجوده يعتمدوها، وبالخارج ايضا هي معتمده بالنسبه لتشخيص الاتش بايلوري. التريتمنت ما ذكرت اني قبل قليل هو التريبل ثيرابي اللي هو المترونيدازول والبزموث سبسالسيليت او البزموث سبستريت، هذه طبعا انتي اسيد، والمترونيدازول الفلاجيل قلت لكم هو الانتي بايوتيك او الانتي فانجل انتي مايكروبيال هم احنا نسميه، وطبعا وياهم الانتي بايوتيك ينطون شنو؟ اموكسيسيلين او تتراسايكلين 14 داي. لكن حقيقة اللي يصير ممكن 3 اشهر يحتاج البيشنت علاج، 3 اشهر يلا يصير فولي ايراديكيشن للبكتيريا، يعني يصير شفاء تام من عندها. وطبعا يعني هو يقول 70 الى 95% 14 يوم تكفيهم، لكن حقيقة هي البكتيريا هذه اكتسبت ريزيستنس عالية وصار انه العلاج لا نحتاج فتره طويله للمريض حتى ينشفي تمام. الاسيد سبرسنج ايجنت ننطيها 4 إلى 6 أسابيع، هنا يعني الانتي اسيد حتى شنو؟ حتى انهانسنج فور انهانسنج السر هيلينج، يعني تسرع عمليه شفاء القرحه اللي صايره بالمعده، لذلك الانتي اسيد ننطيها او يعني الاسيد سبرسنج ايجنت الادويه اللي تخفض حموضه المعده نعطيها تقريبا شهر الى شهر ونص حتى تسرع لي عمليه شفاء الالسر اللي صايره. البروتون بومب انهبيترز هذه مجموعه من الادويه، هذه شو تسوي؟ تسوي لي انهبيشن ايضا للاتش بايلوري، وطبعا ايضا هي شو تسوي؟ تكون عباره عن انهبيترز لليوريز، اليوريز اللي ينفرز من البكتيريا اللي هو احد عوامل الفيرولنس مالتها، فهذه الادويه تسوي لي انهبيشن
لليوريز برودكشن فروم بكتيريا. وطبعا سبوع او بروتون بامب انهبيترز هذه المجموعه من الادويه وياها الاموكسيسينين والكلاريثرومايسين، او وياها يكون الاموكسيسينين زائدا المترونيدازول ايضا تكون هايلي افكتيف. لكن حقيقه على ارض الواقع لا، هذه مو كافيه. الصحيح هو المترونيدازول ويا البزموث سبستريت او البزموث سبسالسيليت وياها الاموكسيسيلين او التتراسايكلين طبعا فور 3 مونث. الابيديميولوجي موجوده مثل ما قلنا بالجاستريك ميوكوزا تقريبا اقل من 20% من الاشخاص اللي هم جوا ال 30 سنه، وطبعا البريفالنس مالتها يزيد بالاعمار اللي هم يكونون ب 60 او اكثر طبعا. وايضا تكون موجوده باشخاص هي تكون اسمبتوماتيك، يعني عند البكتيريا لكن اي الم ما عنده، اي نوزيا ما عنده، اي فوميتنج ما عنده، فراح يكون ولا حتى يحس بالاسيديتي، ما عنده حموضه، فهذول نسميهم اسمبتوماتيك، مصابين لكن ما ظاهره عليهم العلامات. طبعا بالدول المتطوره الاصابه منتشره ب 80% او اكثر بالاشخاص البالغين. Person to person transmission H. pylori is likely because intrafamilial clustering of infection occurs. يعني بما معنى شافوا انه كثير من العوائل كلها تنصاب، يعني الاب الام الاولاد اذا اكو جد وجده بالبيت، يعني هذول كلهم ينصابون اذا اكو اقارب عايشين. ليش؟ لانه مثل ما قلت لكم تنطرحيه ويا الاسطول، لانه تي وتبقى بالمعده تنطرح ويا الاسطول. طبعا الشخص المصاب اذا دخل فول الحمام وما غسل وما عفن ايده ممكن يكون ايده contaminated with الاتش بايلوري وينقلها لاي شيء يلمسه، مثلا الفود الـ حتى يلزم مكان يده تاب غيرها يلزم ويحط ايده بحلقه، هالشكل راح تنتقل الاصابه. لذلك يسموها الانترا فاميليال انفكشن، يعني داخل العوائل بتحدث. كامبايلوباكتر هذه البكتيريا هذه الثانيه اللي راح احكي عنها. طبعا حقيقه الاتش بايلوري كانت ضمن الكامبايلوباكتر لكن بعدين عزلوها الى الجينس الهيليكوباكتر بايلوري، لكن هي كانت ضمن الكامبايلوباكتر. شو تسوي لي؟ تسوي لي دياريا سيستميك ديزيز، يعني ايضا راح يكون اكو انفكشن وراح يكون اكو فيفر. وطبعا هي من اكثر الانواع اللي تسبب الاصابات اللي تكون يعني تسبب لي دياريا ومنتشره بكل العالم. مثل ما قلت لكم هي كانت كامبايلوبكترياسي، بها الكامبايلوبكتر هاي العائله، بها الكامبايلوبكتر وبها الهيليكوبكتر، لكن الهيليكوبكتر انفصلت وبعدين صارت ب يعني اتش بايلوري وصارت عائله واحده وسبيشيز جينس واحده. الكامبايلوباكتر جوجيناي زين هي البروتايب اورجانيزم، يعني هي اول بكتيريا تشخصت وانعزلت بهذه المجموعه الكامبايلوباكتر جوجيناي. وطبعا هي تكون فيري كومن كوز اوف دياريا ان هيومن. هسه هي صح اول بكتيريا انعزلت وشخصت ضمن الكامبايلوبكترياسي، لكن هي مو مسبب يعني من اكثر المسببات للدياريا. وياها منو؟ الجوجيناي والكولاي، هذول اثنيناتهم هم ندرجهم احنا ضمن هيومن باثوجين، وتسبب لي انترايتس مثل ما قلت لكم، وايضا سيستميك انفكشن، يعني ممكن تروح الى اورجن ثاني وتنتشر عن طريق البلاد وتسوي لي سيستميك انفكشن، لكن عاده هي تسوي لي انترايتس ودياريا. طبعا يعني اثنين هم البكتيريا اللي هم جوجيناي والكولاي يعني كلينيكالي ديستينجوش احنا ما نقدر نسويهم، يعني كانما نفس الاعراض نفس الاصابه نفس الكاركترستيك فيتشر للبكتيريا. بالمختبر مثل ما قلت لكم ما يقدرون يفرقون بيناتهم تقريبا 5 إلى 10% من الانفكشن بالجوجيناي، وطبعا احتمال تكون بالكولاي.
هذه التو بكتيريا هي ار ات ليست از كومن از سالمونيلا اند شيجيلا از ا كوز اوف دياريا. يعني انتم سامعين هوايه انه الدياريا كان بي كوز باي سالمونيلا اور شيجيلا، كثير احنا نسمع، لكن هنا يقول هذه التو بكتيريا اللي هي الكولاي جوجينا كومبايلابكتر كولاي جوجينا هي اهميتها مثل اهميه او انتشارها مثل انتشار السالمونيلا والشيجيلا بالنسبه للدياريا، لان هي تسبب دياريا. طبعا يعني باليونايتد ستيت كلش منتشره، تقريبا مليونين بالسنه الواحده يصير عندهم الاصابات. الكامبايلوبكتر جيجيناي والاذر كامبايلوبكترياسي او كامبايلوبكترز هم جرام نيجاتيف رود وذ كوما، هذه الاس شيب اللي تشوفوها عيني كانما عندهم او نسميها الجال وينج شيب، يعني جناح طائر النورس. موتايل عندها سنجل بولر فلاجيلا، وطبعا ما تسوي لي سبور ما عندها. الكلتشر احنا لانه هي ايضا انترايتس السبب لي، وقد يكون اكو وياها اذر بكتيريا اللي موجوده بالستومك موجوده بالانتستين، لذلك نحط وياها ايضا الانتي بايوتيك. تحتاج سلكتيف ميديوم فور انكوبيشن، طبعا تكون او 2 عادة يكون 5%، وأيضا نضيف وياها CO2 اللي هو 10% CO2. وطبعا حتى شلون احنا نسوي هذا الاتموسفير اللي نحتاجه، هذه الميكستشر بين الـ O2 والـ CO2 تنحط هي بجار، احنا نسميه جار. أما هذا على اليسار ده تشوفوه الزجاجي تنحط بالبليتات وينغلق، أما هذا البلاستيك زين وينحط وياه باك، ينحط ويا هذا الكيس اللي تشوفوه السيلفر، هذا ينطيني الكميه السي او 2 اللي احتاجها. او اكو جهاز يعني ينرفق ويا الجار اللي موجود، هذا راح ينطيني كميه السي او 2 اللي نحتاجها. اللي احنا نسميه الغاز جنريتك باك او الغاز اكسشينج يسبب لي هذا النسبه السي او 2 اللي مطلوبه للنمو. طبعا هي بالحقيقه هذه تحتاج الايزوليشن مالتها ب 42 درجه بالنسبه للجوجيناي، علما انه هي تنمو ب 36 الى 37، لكن ننتبه ال 42 تسوي لي بريفنشن للجروينج اوف اذر بكتيريا اللي موجوده بالفيسز. احنا ناخذ ياخذون لان دياريا فياخذون ستول سامبل، فمثل ما قلت لكم البكتيريا الثانية اللي موجودة حتى نسوي لها انهيبيشن، هذه الطريقة ننمي البكتيريا ب 42 درجة، هي هاي الدرجة غير مناسبة لنمو أنواع بكتيريا ثانية قد تكون موجودة بالستول، لكن هي ممكن تنمي الكامبايلوبكتر جيجيناي، لذلك احنا نقدر نعزلها بهذه الطريقة. غير طريقة ما راح نقدر أيضا تنعزل الكومبايلوبكتيريا انه اور كولاي، لانه راح يكون اذر بكتيريا وياها فما راح تفيدنا، لذلك نصعد لل 42. طبعا مثل ما قلت لكم الانتي بايوتيك ايضا مهم، السكايروز ميديا مثل الاتش بايلوري، لانه ايضا هذا الانتي بايوتيك المضاف ويا الميديا راح يثبط لي نمو البكتيريا الثانيه اللي قد تكون موجوده. طبعا ايضا سيفالوسين السيفالوبيرازون هذه كلها تسوي لي انهبيشن انواع بكتيريا اخرى مثل ما قلت لكم. ممكن هذا ما ينمي لي كامبايلوبكتر فيتس، اكو نوع ثاني، ولا البقيه الكامبايلوبكتر سبيشيز، لكن المهم عندي هو ينمي لي كامبايلوبكتر جوجيناي وكولاي، لان هي المسبب للانترايتس والدياريا بالهيومن. ومثل ما قلنا طريقه ثانيه هي انه نحطها ب 42 درجه اذا ما استخدمنا الانتي بايوتيك، وطبعا تكون colorless or gray، يعني هنا البكتيريا مو تكون transparent، لا مرات تكون colorless translucent ومرات تكون gray اكو عندها لون على الميديا، وتكون طبعا watery و separating or round and convex، يعني شكلها متعدد على الكلتشر، اما تكون دائريه اما تكون راح يكون اكو يعني هذا الكونفكس واضح عندنا. وطبعا ممكن النوعين نشوفها موجودة على البليتة. هذه البكتيريا تدخل عن طريق الأورال روت، وطبعا من الكونتامينيتد
خلصت اني خلصت اني ما عندي شيء، خلص خلصنا. زين راح ادز لكم بعدين رابط الحضور على الكلاس روم، بس اريد انهي المحاضره وحتى تملوا عيني. اوكي يعني ابقي لكم مفتوح واسده يعني وراء العصر اسده، ما عندي مشكله. زين الانفكشن عيني هنا تدخل عن طريق الاورال كافيتي، 10 اس 4 10000 بكتيريا تدخل يلا تسوي لي الاصابه. تمام شوفوا هنا اللود هنا عالي، مو مثل ما حكينا بالمحاضره السابقه قلنا ممكن عدد قليل من البكتيريا يدخل يسوي لي. وطبعا الاورجانيزم يسوي مالتيبليكيشن ايضا بالسمول انتستين بالامعاء الدقيقه ويسوي انفيجن للابيثيليا وينطيني انفلاميشن. وممكن مثل ما قلت لكم يصير اكو وصول البكتيريا للبلاد ستريم وتنطيني بما معناه سيستميك انفكشن، راح يصير فيفر. الكلينيكال فايندينجز اكيد واضح عندنا ايش راح يكون، اكو بين ابدومينال بين كرامبي ابدومينال، يعني يحس المريض نفسه بالضبط شلون الصوره قدامكم طاوي نفسه ولازم بطنه ليكون اكو الم عنده قوي. بروفيوز دياري اكو اسهال قوي يكون، وراح يكون ايضا يكون جروسلي بلادي، مرات يكون حتى بلاد لانه الانفيجن غزو البكتيريا بالسمول انتستين بالامعاء الدقيقه يسوي هذا الربتشر بيها يسوي تحط خلايا ويطلع بلاد. طبعا هيديك مليش هذه كلها ممكن تصير. الشفاء يصير 5 إلى 8 أيام، مرات حتى انت بايك من عد، لكن الارثروميسين راح تكون سسبتبل الى البكتيريا وممكن يفيد به العلاج، وطبعا يقلل يعني الشدنج مالتها ويقلل الطرح بالنسبه للبكتيريا. هذا الدايجنوسيس بالنسبه للابراتوري دايجنوسيس من شكلها قلت لكم شرحت عنها السمير والكلتشر، هذه كلها الامور اني حكيتها بالمحاضره. الابيديميولوجي والكنترول طبعا هي تكون تشبه الاكيوت بكتيريال دياري الانترايتس اللي يصير يشبه الشيجيلا ديزنتري مثل ما قلت لكم، وطبعا السورس اوف انفكشن يكون الفود والمولك وغيرها، هذه الامور كلها هذه ايضا اني حكيتها، ويكون طبعا بالانبراشرايز ملك وغيره. الكامبايلوبكتر فيتس هي هذه اللي قلت لكم اوبورتونستيك بكتيريا موجوده لكن عاده يعني قليل تصيب هي الانسان، واذا صابتها راح تسوي لي دياريا، وطبعا هي ايضا تدخل عن طريق الاورال كافيتي وممكن تسوي لي سيستميك انفكشن، وتحتاج طبعا عندها بروتينات عاليه لذلك هذا ينطيها فيرولنس فاكتور لها، وطبعا هذا يكون يشبه البوليسكرايد اللي موجود بالنايزيريا والستريب نيموني. هذا كل اللي اريد اقوله عن الفيتاس، وطبعا هذا الرفرنس موجود قدامكم تقدرون تعتمدون عليه بالمكتبه مجانيه التعليم ايضا موجود. خلصت المحاضره عيني تقدرون تروحون لمحاضراتكم.